فيها معانا على الهاتف سيادة العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة. سيادة العميد مساء الخير. اهلا اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ عايزين اعرف من حضرتك التفاصيل الجاري العمل عليها، الترتيبات، الاتفاقيات مع المسؤولين في الجهات الامنيه، المسؤولين في ادارات الانديه، الى اي مدى وصلنا في تحديد الاستادات والملاعب، وايضا الامور الخاصه بعدد او نسب الحضور الجماهيري. بص يا استاذ محمد، طبعا مبدئيا طبعا احنا اتحاد الكوره بيمر بظروف صعبه جدا، الا وهي ان احنا احساس اتحاد الكوره ومجلس الاداره بان في حاله حزن على الشعب المصري وجماهير الكوره المصريه بصفه خاصه على اخفاق المنتخب في كاس العالم، وان النتائج كانت يعني غير مشرفه وغير يعني ما جاتش على امال الشعب المصري. كان عنده طموح الشعب المصري ما كانش نوصل ان احنا ناخد كاس عالم، طموح الشعب المصري كان يبقى فيه يعني شكل مميز لمنتخب مصر. فبالتالي احساس اتحاد الكوره بانه سبب في احزان الشعب المصري مخليه طبعا احنا في حاله اعتذار دائم للشعب المصري. مش معنى كده ان احنا بنعترف ان في اخطاء داخل اتحاد الكوره، لا، اتحاد الكوره عمل ما عليه بالنسبه لتجهيز المنتخب لروسيا، معسكرات، مقابلات، مباريات تجريبيه، مدير فني، وصلنا كاس امم وحققنا النهائي، وصلنا نهائي كاس امم، وصلنا كاس عالم كان لازم تحتفظ بيه عشان يستكمل مسيرته. ولكن فعلا حاسين ان مش ده المستوى، وفعلا حق الشعب المصري على منظومه الكوره ان الحاجه الوحيده اللي كانت بتسعد جماهير مصر كلها في الفتره الاخيره مصدر السعاده كان الكوره في مصر، اصبح الان مصدر حزن والم. ده كله يا كابتن محمد عامل يعني ايه حاله من الاحباط لاتحاد الكوره وللمسؤولين في الكوره. ففي اطار انك انت برضو هذا الموضوع نعتذر للشعب المصري كله، نعتذر لجماهير الكره المصريه، وبنقول حرصا على ان بصوره اتحاد الكوره مش بالصوره اللي متصدره المشهد انه كان في تسيب وفي كده. احنا دعينا جميع الجهات الرقابيه في مصر كلها، وزاره الشباب والرياضه كل يوم لجان موجوده في اتحاد الكوره، على الاقل وعسى ان تتضح الرؤيه للجميع ان الحمد لله ان اتعمل كل حاجه، ولكن التوفيق في الكوره وارد توفيق وارد عدم التوفيق، ولكن كان هناك اخطاء، فاللجان اللي موجوده دي هتبرز الاخطاء دي والمخطئ، ونتمنى المخطئ يبقى معروف للراي العام ان كان هناك خطا من اتحاد الكوره، هيبقى في قرار لاتحاد الكوره. في ظل الظروف دي كلها وحاله الاحباط دي كان لازم تستكمل المسيره، وكان لازم انك انت الدوري العام يبدا في ميعاده، لان عندك تداخل في المواسم، عندك دوري عام وكونفدراليه وبطوله انديه والبطوله العربيه، ربنا يوفق النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، توصل بطوله الانديه، انديه العالم للانديه، بطوله العالم للانديه. كل الكلام ده كله كان في تكليف للكابتن عامر حسين وتكليف للجنة. طب انا اسف لمقاطعتك سياده العميد، احنا هنكمل كلامنا في النقطه دي، بس بما ان حضرتك بدات البدايه المهمه اللي اتكلمت فيها عن شعوركم بحاله الاحباط الموجوده في الشارع الرياضي، حضرتك اكدت ان ما كانش في تقصير، ان النتائج مش على المستوى المامول وانكم بتعتذروا، لكن ان ما كانش في تقصير او تسيب بالشكل اللي اثير في الراي العام. انا بس هنتقل مع حضرتك للدوري والاستعدادات له، بس هسال حضرتك في كلامك المهم ده سؤال واحد، هل حضرتك بتجزم او بتقطع الان واحنا على الهوا انه ما كانش فيه مساحة من الاستهانة، يعني ان المعسكر ما كانش فيه قدر الحزم والصرامة المعروف انه مطلوب في بطولات زي دي، او ان كان فيه سماح لعدد من الفنانين، اصدقاء اللاعبين، الشخصيات العامة بالحضور؟ احنا هناخد كلام حضرتك يعني بشكل موثوق فيه جدا. هل حضرتك بتقول التركيز والجدية كانت على المستوى المطلوب ولا لا هناك في المعسكر؟ بص يا محمد، ما فيش مجال ان احنا نزوق الكلام. انا بقول لحضرتك بمنتهى الصراحة كده، معسكرات المنتخب وما أثير في المشهد في الرأي العام في مصر هنا عن تسيب في معسكرات المنتخب، ده غير الواقع اللي حصل بالظبط. انا بقول لحضرتك وارد كان في اخطاء من بعض اللعيبه واللي شفناها في المشاهد والمواقع اللي حصل، وده هيبقى فيه حساب جامد جدا للعيبه اللي عملت كده، لكن زيارات في غرف وكلام اللي اتقال ده كابتن محمد بعيد تماما عن الواقع. كانش حد يقدر عضو مجلس اداره يطلع غرف اللاعبين، كارت دخول للدور بتاع اللعيبه مش موجود غير مع الكابتن ايهاب ليطه مدير المنتخب.
انا عاوز اقول لحضرتك المشهد متصدر للشعب المصري ان كان في حاله تسيب غير طبيعيه. يعني حضرتك بتقول النقد اللي وجه للمنتخب ومعسكره واقامته في روسيا كان فيه مبالغه، بعض الانتقادات في مبالغ فيها مش حقيقيه. وهيظهر من الكلام ده بعد اذن حضرتك كل الجهات الرقابيه شغاله على موضوع التذاكر، شغاله على موضوع التسيب في المعسكر، شغاله على موضوع البعثه، كل الحاجات دي يتم فحصها، واحنا كنا حريصين جدا على ان احنا نقدم كل المستندات وكل الملفات المطلوبه من الجهات الرقابيه. اتفضلوا، لان احنا حريصين جدا ان احنا نبين للشعب المصري ان كان هناك فعلا اخطاء يتحاسب عليها او ما فيش اخطاء، يبقى اذا الوضع يبقى واضح للشعب. صحيح، ده كلام مهم جدا وكلام ما حدش يقدر يختلف معاك عليه سياده العميد، ونتمنى انه تنتهي هذه اللجان اللي بتقوم بدورها من وزاره الشباب والرياضه والانتهاء لاعلان النتائج بشكل فيه شفافيه ومكاشفه وبشكل دقيق جدا، عشان ما يبقاش فيه لا تجني على اتحاد الكوره ولا تهاون في حساب اي مقصر. بشكرك على الكلام ده. هرجع مع حضرتك للاستعدادات سريعا اللي بتجري الان على قدم وساق للدوري الموسم الجديد، هل ماشيين بشكل كويس؟ هل مطمئنين ان جدول الدوري هيبقى مستقر والامور ترتيباتها الامنيه والاداريه والخاصه بالملاعب والمواعيد والازمنه الخاصه بالبطوله كلها هتبقى يتم الانتهاء منها قبل ما البطوله تبدا، ولا لسه الامور متخبطه؟ لازم يا استاذ محمد لما نيجي نتكلم على مسابقه الدوري العام ونتكلم على الجدول، نقول ان الكابتن عامر حسين رئيس لجنه المسابقات تم تكليفه باستمراريته وتجديد الثقه فيه من اتحاد الكوره ومن رابطه الانديه اللي انا بتشرف ان انا عضو فيها برئاسه المهندس محمود الشامي. كان في اجتماعات مستمره خلال الاسبوع الماضي، وقبل ما يسافر المهندس هاني بوريده اجتمع مع الكابتن عامر ومع المهندس محمود الشامي وانا معاهم، وعلى اساس نحط الخطوط العريضه في مسابقه الدوري، وكان مجلس الاداره موجود بالكامل وكانت موجود الانديه بالكامل على اساس ان احنا نبدا في شهر 8 في الاسبوع الاول من شهر 8. لما تيجي تتكلم على مسابقه الدوري العام بتتكلم على كاس مصر، بتتكلم على الكونفدراليه، بتتكلم على بطوله الانديه، بتتكلم على البطوله العربيه اللي داخله بقوه جدا، بتتكلم على كاس امم هيبدا في الاسبوع الاول من شهر 6. كل الكلام ده يا محمد محتاج فعلا تركيز جامد جدا من الكابتن عامر حسين عشان يعمل جدول ويبدا القرعه النهارده وتتعمل. كان فعلا يعني فعلا جهد محمود للكابتن عامر حسين رئيس اللجنه. بنتكلم بعد اذن حضرتك على اللي بعد الجدول، احنا عاوزين الجمهور، احنا خدنا خطوه مهمه جدا في عوده الجمهور في اخر موسم الماضي. نعم. ماتشات كاس مصر وخاصه نهائي كاس مصر بين الزمالك وسموحه كان في مش اقل من 6 7000 متفرج، وصلت ل 10000، وكان دي اول ماتش محلي يبقى فيه العدد. هل وارد يصل الرقم ل 10% من سعه الاستاد للفريق صاحب المباراه؟ بص حضرتك يا استاذ محمد، احنا بنتكلم دلوقتي بنعمل في يعني تقدر تقول كده تنسيق تام. يمكن بنشكر برضو عشان ندي كل واحد حقه، بنشكر الوزير المحترم اللي هو مجدي عبد الغفار وزير الداخليه الاسبق اللي كان حريص واصر بعوده الجمهور في الموسم الماضي، بنشكر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه الاسبق على برضو جهده في هذا الموضوع وسعيه ان الجماهير ترجع. لما يجي نتكلم النهارده بنقول ان وزير الداخليه اللي هو محمود توفيق، ان اللي هو عادل رشاد مساعد الوزير للامن مكلف من قبل الوزاره ان هو يتولى هذا الموضوع، في حرص من وزاره الداخليه على لازم يكون الجماهير موجوده في هذا الموسم، ما ينفعش بعد كده نشوف مدرجاتنا في ظل وجود وزاره داخليه محترمه جدا وقويه جدا زي وزاره الداخليه المصري، ما ينفعش ان احنا نكون عندنا ماتشات ثانيه بدون جمهور في هذا الموضوع. وجود الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بيتكلم النهارده على نظام هو ماشي فيه وهو كان بيتعامل في الملف ده من قبل كده، فاحنا ماشيين بخطى ان احنا عاوزين نرجع جمهور يا استاذ محمد، مش يرجع ماتش واثنين ولا قدر الله يحصل اي مشكله، لا احنا عاوزين بنحدد مسؤوليات، بنحدد اعداد، بنحدد الملاعب اللي هتلعب عليها المدرجات. النهارده عندك اهلي ومصري، عاوزين ننهي مشكله ان المصري يلعب خارج بورسعيد، خلاص جه الوقت اللي المصري بيلعب ماتشاته العربيه في بورسعيد. ما بقاش بقى مش عاوزين نصدر ازمه تاني ما بين بورسعيد والنادي الاهلي. عايزين ننهي الكلام عن اي ازمات سابقه خلاص، يعني عايزين نتكلم عن مرحله جديده كلنا بنبداها مع بعض دلوقتي. لكن انت برضه يا استاذ محمد في اطار برضه هذا الموضوع لازم هياخد وقت، فبنبدا ان احنا نقول ماشي المصري يلعب مع
بحث كامل مع الجهات الامنيه. المصري يلعب ماتشات في بورسعيد عدا ماتش، كل ده حضرتك مقترحات وتوصيات عشان هنقعد مع يعني اخر قعده ان شاء الله مع الامن، هنحط الماتشات ايه والماتشات اللي تتلعب في برج العرب ايه، ماتشات الاهلي والمصري فين، الاهلي والاسماعيلي هتتلعب ازاي. احنا مش حابين نصدر مشكله، على الاقل يا استاذ محمد تبقى المرحله او الموسم اللي جاي ده خطوه انتقاليه، ان مصر يلعب في بورسعيد، الاسماعيلي يلعب مع الاهلي في اسماعيليه، يعني حابين بقى نرجع الامور لطبيعتها بقى للشكل السابق. طب اخيرا عفوا سياده العميد، كمان في نقطه مهمه الناس كلها بتتساءل، طبعا في اجتهادات دلوقتي من الاتحاد للترتيبات ولجنه المسابقات للترتيبات الخاصه بتحديد الملاعب والجدول، امتى ينزل او متى تتوقع ان يعلن ميعاد؟ عايزين حضرتك تقوله معانا على الهواء دلوقتي، يعلن من خلاله او يعلن من خلاله اتحاد الكره جدول متكامل بالمواعيد والتواريخ ومقرات المباريات او استادات وملاعب المباريات، ده ممكن يظهر للراي العام امتى؟ الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله هيكون الكابتن عامر خلص الجدول. الملاعب انت ما عندكش مشكله في الملاعب، بس احنا في انديه حتى اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها ما حددتش الملعب اللي هتلعب عليه، ولما تحدد الملعب بيبقى جايب موافقه امنيه من المديريه التابع ليها باللعب عليه. فالحاجات دي كلها يا محمد ان شاء الله باذن الله قبل 20/7 هيكون باذن الله الجدول بالملاعب، اعداد الجماهير لكل استاد. انت بعد اذنك ما تقدرش تقول مثلا الجماهير اللي بتبقى في استاد القاهره تبقى قد الجماهير اللي في استاد اسماعيليه او قد جماهير استاد اسكندريه، استاد القاهره ال 2000 فيها ما يظهرش، فكل استاد هيبقى ليه عدد من الجماهير، وده عشان يبقى فيه بدايه، ودي خطوات تدريجيه، يعني انت لما بتبدا ب 2000 او 3 او 4 ايا كان العدد، يعني دي خطوه انك انت في يعني الموسم اللي جاي تعدي المرحله دي، وده اللي عملناه الموسم اللي فات، بدانا ب 200 300 500 وصلنا ل 5000 في نهائي كاس مصر، فدي كلها ان شاء الله الاسبوع الجاي يا محمد هتكون نقط. الاسبوع القادم ده كله هيعلن، حضرتك بتؤكد ده. طيب ان شاء الله تكونوا موفقين وتردوا على كل المتخوفين او المنتقدين اللي بيقولوا انهم شايفين الامور ماشيه بشكل متخبط، تردوا على ده بالعمل وليس بالتصريحات من خلال جدول معلن وتنظيم كامل بيشهد كافه الامور او بيضع النقاط على الحروف في الحضور الجماهيري والاعداد ومواعيد المباريات وايضا الاستادات والملاعب اللي هتستضيفها. نتمنى وفي هذا الوقت سنشيد بجهد اتحاد الكره لو انتهى من كافه الترتيبات ونمنح كل ذي حق حقه. بشكرك جدا على المشاركه معانا سياده العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم.